السؤال الأول، الكلام على الحكام في المنابر ما بيجوز، لأنه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما بيجوز يتكلم في الأركان عن الحاكم، عن الرئيس يعني، عن الوالي كده ما بيجوز، أو الوزراء، لأنه ده دين. وفي ناس بيقول لك يا سلام، أها أنت خايف ولا شنو؟ خايف من الجماعة؟ أنا لو معتقد إنه ده دين ما بلاوي إذا أخاف من شنو؟ أخاف من شنو؟ ما في حاجة بتخوفني، لكن ده دين نحن بندين به ربنا سبحانه وتعالى. ودي في أي حاكم مسلم، ما دام إنه مسلم ولو كان ظالم، ولو كان ظالم، ولو كان بيشيل حقك، أنت ما بيجوز لك تخرج عليه ولا تتكلم فيه في المنابر. الدليل شنو؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا جاء كلام رسول الله فقد قطع قول كل قائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. يعني لو عندك نصيحة لوالي، لوزير ولا غيره، سوقه بلاو، قل لي حاصل كيت كيت، والله قال كده، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، وإنت نصحته خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: إذا قبل إنت أديت العليك، وإذا ما قبل إنت شنو؟ إنت برأت شنو؟ برأت ذمتك. واحد يقول لك: أنا طيب ما بقدر أخش عليه لأنه عنده حرس وكده، ما قدرت. هاي ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. انت خلاص ما دام بذلت الاسباب الشرعيه ربنا ما بياخذك، لكن ما بيجوز لك تتكلم فيه على المنابر زي ما بيعملوا هنا انصار السنه، ونحن ما تابعين لهم. وده جواب على السؤال التالي، ما تابعين لانصار السنه، فهمت؟ نحن برانا كده بس، مبارين الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه حديث اي معاك، ما في ايه وحديث نحن ما بنشتغل معاك. يعني قدر ما تقول لي افتكر وارى وانبثق واتصور وفي ظل المرحله، ما بيشتغل هنا، انت فاهم؟ الباسم ده الباسورد بتاعه آية وحديث، آية وحديث، ما في بيديك ايرور ساينتاكس تمشي تشغله وتفك الحجر تشوف الحاصل في جهازك شنو، لكن الباسورد بتاعه ده النظام بتاعه بيل جيتس ذاته ما بيقدر يحوله، فهمت الحاصل؟ لأنه ده شغل قرآن وسنة، فهمت؟ بيديك بيوريك الحاصل. أما انبسغت زي ديل والأصل كانكفاء وهذه المرحلة ولا بد وسوف وإنه، يا هذا موضوع فارغ سائق، نحن النقة ما بتنفع معنا، نقة ما في، فهمت؟ زي ما قال المثل: السواي ما حداث. يعني عندنا آية وحديث، عندك آية وحديث انت زولنا، ما عندك آية وحديث تقول أنا غلطان وكده والصح في الآية والحديث برضو انت زولنا، تقول لا أفتكر وأرى وعندي رأي وتعمل فوق الوضع ظريف، نحن بعد ده بنختلف معك، فهمت؟ فالشغل يا أخواننا، نحن ما منتمين لجماعة، نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. فديل أنصار السنة بيجوا يتكلموا في الحكام في المنابر وكذا، وخلوا دعوة التوحيد، وبيجوا يكرموا الصوفية في المركز العام بتاع أنصار السنة بتاع الطريقة السمانية، كرموا حتى هو ذاته عاملين معاه لغاء ناس الجريدة، قالوا له: رأيك شنو في تكريم أنصار السنة؟ قال: يا سلام، قال دي حاجة كانت ظريفة وما متوقعها، قال لغاية ما قال حركت فوقه حاجات جوا، أنا ما بعرف علبة هندسة هي ولا شنو حركت فيك حاجات جوا. المهم ليه؟ لأنه ديل خلوا منهجهم، فما تباري جماعة ولا يجي يغشوك. بعد ذلك يقول لك: أبقى معانا. ليه؟ يجوك الكيزان تبقى معانا ليه؟ لأنه والله لو بقيت معانا طبعا بتشتغل يا زول، البلد دي حقتنا، انت شغال وبتلقى وشغال كوز ليه سؤال، هو شغال كوز، كوز دي ما شغله، انت قال شنو؟ عبارة عن مهنة الكوز، والله عبارة عن مهنة بس. ليه؟ لأنه ذاته ما لاقي شغل، ما لاقي شغل هو ذاته، انت فاهم العازل؟ أو يقول لك: لو ما بقيت معانا بنسقطك في الجامعة، وهو تلقاه شايل 7 مواد والله جد. فما ما تخاف، ما تلاوز، ما تخاف إلا من ربك اللي خلقك، ما في زول بيملك لك حاجه، ما تخش مع زول يا زول. والله الكلام ده بنقوله نصيحه للناس، فهمت؟ لكل مناهج فارغه ساي، ولا تبقى معانا ولا عندنا تسجيلات. انت قايل ان احنا انديه رياضيه ولا شنو؟ ما في، تبقى مع الكتاب والسنه. الامه دي لابد تكون واحده يا ناس. ربنا سبحانه وتعالى قال: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والايات قباله، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله، بدين الله، وبالقرآن وبالسنة جميعا، أي بالكتاب كله، كل ما في الكتاب، ولا تفرقوا، ما تتفرقوا، ده الفرق الأمة وضعفها، فهمت؟ الآن اليهود في العالم ديل كلهم كم؟ ما بيفوتوا لهم 8 مليون في العالم كله. المسلمين في أمريكا قبل 5 سنوات 8 مليون، فهمت؟ أشوف المسلمين في العالم قريبة 3 مليار أو حاجة كده، تلت العالم مسلمين. طيب مالهم؟ الجواب عند النبي عليه الصلاة والسلام: لا في انبسغت، ولا في امام الأنصار، ولا في امام مين، كله ما في،
وتقول الله اكبر ولله الحمد. في حاجه هسه في حاجه تغيرت؟ في حاجه شايفينها؟ في لافته وقعت؟ ما في اي شيء. فهمت؟ زي ما قال ذاك، قال ارى او اسمع جعجعه ولا ارى طحينا. الطاحونه ما فيها عيش، ما في اي حاجه. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا او من قله نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زي الزبد الفوق للمويه. الناس لو مشيت وقفت جنب الخزان ده بغادي على جهه الرصيرس بغادي في الخريف، بتلقى الخشب، تلقى في زبد فوق كثير، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قال ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أسي تلقى دين الله أكبر ولله الحمد. أسي لو جاءت طيارة تقسم هنا فلسطين بيمشي معك؟ لو جاءت طيارة هنا فلسطين بيركب بيمشي معك؟ ما بنمشي. ليه يا أخوانا؟ لأنه نحن غثاء كغثاء السيل، نحن تعبانين. فهمت؟ وإذا ما صححنا العقيدة أولا ما بنمشي لقدام. عمر رضي الله عنه نحن بنحكي في قصصه، ودي قصص للإسلام وحقنا نحكيها، نائم في الشجرة، نائم عمر رضي الله عنه، فهمت؟ متوسد التراب. وقد خاف منه فارس والروم، خافوا منه. ها السبب بتاعه شنو؟ إنهم أقاموا العدل وأقاموا التوحيد وأقاموا السنة، ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم. عمر رضي الله عنه لما جاء يفتح بيت المقدس كان بيركب هو والغلام بتاعه في حمار، ويركب فترة والغلام بتاعه فترة. ده أمير المؤمنين وزول من أهل الجنة، من أهل الجنة تب عمر رضي الله عنه، يركب هو فترة وينزل يركب الغلام وكده. آخر مرحلة ومنها بيت المقدس، ناس أبو عبيد رضي الله عنه فتحوا بيت المقدس، والنصارى اتفقوا إنه يسلموا المفاتيح لأمير المؤمنين، عشان كده عمر رضي الله عنه جاء من هناك. آخر حاجة كان في مخاضة، يعني موية وطين، موية وطين. وكانت نوبة الغلام أن يركب على الحمار، ما عمر قال له اسمع انزل، ها بيقدر يقول له لا؟ احترام بيقدر يقول له لا؟ من أي ناحية؟ صح؟ فهمت؟ لكن عمر رضي الله عنه ماشي بكرعينه، رفع شنو؟ رفع نعلاته وختان في بطينه وخاض المخاضة. خاض ده يا اخواننا اللي بيرفعنا، ما المظاهر؟ الآن بقت مظاهر وتشبه لليهود والنصارى. قبل أيام كان في عيد الحب، ناس القام لابسين أحمر في أحمر وبمبي في ظهري، ده شنو ده؟ فهمت؟ هو الساكت يقول لك تاني جاي عيد شم النسيم، يعني أنا في السودان هنا إلا يشم الكتاحة دي، ما تشم أي حاجة، ما في حاجة يا ناس، ما في حاجة، ما تغشوا نفسكم. فهمت؟ سخانة ساكت. فعمر رضي الله عنه خش المخاضة دي وبلك ومرق بغادي. أبو عبيدة رضي الله عنه بعد استقبله قال أتفعل هذا يا أمير المؤمنين في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال عمر رضي الله عنه لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، أي حاجة في الإسلام وفي القرآن وفي السنة دي نعمل بها، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. تلقى نحن ذليلين في أي حاجة، أي حاجة نحن بتلقانا ذليلين فوق. ليه؟ لأنه الإنسان متى ما ترك الدين ما في عزة، أصو عزة ما في. فهمت؟ ولا بد لكن يا اخواننا تصرفاتنا تكون بالدين. هسي زول يسمع الكلام ده يتحمس، يا سلام يقول لك الله القى لي اسرائيل الا اكلوا لك بسنوني. لا لا، عشان ما كمان تمرق بغادي في داعش، ما في ناس ما في ملحصه يقول لك ايوه داعش هاي في امريكا عيونه خضر، انت قال لك الكفار الا يكون عينه اخضر. فهمت؟ وتلقاهم ماشيين لا ما كده يا ناس، لكن تطبق الشجة به والرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك والله لو في جهاد هسي انا امرق، الصبح صليته كم؟ يمكن يكون ما صلى ذاته، ما زال ما قادر يقيم في صلاة الصبح، باقي لك دبكات اليهود ونصارى. عشان كده حرب النكسة 67 بين المسلمين واليهود، المسلمين كانوا مذهبهم الناصري، ناس جمال عبد الناصر والقومية العربية وكده، 6 جيوش. اليهود بالليل المعركة الصباحية بيسمعوا في أجزاء من التوراة المحرفة أديانهم، ونحن ده شغالين مع ام كلثوم، انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعه خمنا لا انت لقوك لنا، تلقاهم شغالين بجاي. ام كلثوم بيسمعوا 6 جيوش في 6 يوم، ادوهم سكسويا. ليه؟ ليه؟ لانه نحن مشكلتنا يا اخواننا ما العدد ولا مشكلتنا العقول، نحن مشكلتنا في الايمان وفي الدين. ها؟
عشان كده الأندلس سقطت ليه؟ لأنه الناس خلوا الدين. آخر ملك يذكر إنه اسمه عبد الله، ها ده عطل العلم الشرعي وعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، فهمت؟ وبقى الناس بعيدين من العلم الشرعي وبعيدين عن الإسلام الصحيح، فهمت؟ ودخلت البدع وغيره. قاموا اليهود رسلوا الجواسيس بتاعهم، ورسلوا الأغاني، ورسلوا الخمور، ورسلوا ما رسلوا، كويس. قاموا الجواسيس فتشوا وجوا راجعين. الملك سأله قال له في شنو؟ قال له والله مشيت في البداية قبل دي. الملك أبوه الأول قال له والله الجاسوس الأول قال له لقيت النازل ماسكين في دينهم ده بس. قال له وريني أعجب حاجة لاقتك. أعجب حاجة قال له لقيت لي شافعي صغير بيرمي بالسهم بالنشاب. قام رمى 10 جاب 9 وجل واحد، لقيته بيبكي ده الجاسوس. قال له بتبكي مالك؟ قال له لأنه أنا فكيت 10 أسهم جبت 9 وجليت واحد. قال له طيب أنت ما ممتاز؟ قال له لا، أنا خايف يكون سهمي واحد سبب في هزيمة المسلمين. شوف التفكير كيف. بعد فترة قام رسلوا الأغاني وكذا، الجاسوس برضو فتش وجراجع. ها قال لي أعجب حاجة شنو؟ قال لي قلت لي شاب ظريف ونظيف وقيافة وبيحب النظافة وبيحب الظرافة، فهمت؟ قالوا لقيته شايل منديل وبيبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال له هجرتني حبيبتي، فهمت؟ في منديل طوالي مشي اكتسحهم. فجاءت أم الملك أم عبد الله تقول له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. عرفت الشغلة دي يا أخواننا؟ بالدين والعقيدة. إحنا القوة بتاعت المسلمين تأتي بالعقيدة. إذا كان العقيدة بتاعتنا منتهية، ناس بيخافوا من بيرك، ناس بيخافوا من قبة، ناس بيخافوا من فكي يخش الحلة يجاهديها كلها، ولو أدوا بسطونة ولا فكوا فيه وقالب بتعطوبة كان كسروا له الكرنك بتاعه وريحونا منه. لكن هوس موجود قاعد تلقاه مرهب الحلة كلها. ناس بيخافوا من غير الله، ناس بيخافوا من بيان. بيان ده معناه ما في شيخ، لكن بس حاوط محلة كده يقول لك بيان الشيخ أبو زندية. يا بيان بتاع مين؟ بيان تلقاه قاعد خوف البشر كلهم. ما بننتصر يا ناس بالطريقة دي، فلا بد ننتصر بالدين. ما بننتصر بالأحزاب دي، حزب أمة، مؤتمر شعبي، ها مؤتمر وطني، أنصار سنة، ها ما أعرف ليك حزب شيوعي، ناصريين، غيره غيره، حركة شعبية غيره. ما بننتصر، ديل سبب الهزيمة ذاته. ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عشان كده أخواننا رسالتنا لطلاب كلية التربية من أهم الرسالات على نحن بنوصي بها أنفسنا أول، بعد ذلك نوصي بها طلاب التربية، لأنهم ديل اللي بيمسكوا البطارية يولعوا للناس يا تشارع، فهمت؟ إذا شيوعي ولع لهم الشارع بتاع جهنم، إذا زول تمام ولع لهم الشارع بتاع الحق، إذا زول بقى بتاع حزب ولع لهم الشارع بتاع حزبه. دارين البلد تمشي عديل نبقى ورا الأنصار. صار الله والله والله غالب، والدنيا يا ناس دار مقالب، ويا زول خليك أنصاري كارب، كان مسالم كان محارب. هو الساكت وقبيل الآية اللي افتتحوا بها، آية من القرآن لكن فهمنا غلط، ها كونوا أنصار الله كما كان عيسى بن كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. ضبر لا قاصد بها أنصارك ديل ديل ما ياهم أنت، ما النمرة غلط. هو الساكت العبوا بالقرآن لعب تحريف للقرآن، فهمت؟ فده كله من باب الهوس.